وتحية منا كلنا، وتحية منا كلنا من الشعب، لسألنا الهمام اللي استعاد دفة سفينة أرض مصر. اللي استعاد دفة سفينة أرض مصر صايرة من الأمام، ورئيسنا كله أدب ورقة في الإحساس، وبحكمة عالية مخلصة وضع الأساس. هي كده مصر العظيمة على مر العصور، ومهما تشتد المحن من صلبها يطلع زعيم جريء جسور ويحول الضلمة لنور. وفي النهاية بقول لكم، وفي النهاية بقول لكم، يوم عيدكم الحر الكريم بنحبكم ونقول جميعا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.